تعالوا نبص كده بصه سريعه بس، دخلنا وصلنا لغايه فين في الاتكس. تمام، اول حاجه قلنا عليها اللي هي دي اتش بي سموثنج، تمام، وبعد كده اخذنا الدايناميك ارب انسبكشن، ده من ضمن المواضيع الجديده اصلا اللي نازله عليكم يعني في المنهج الجديد. تمام، الاتاك اللي بعديه سي دي بي اتاك، مش هقول فيه كلمه سي دي بي اتاك. احنا كنا قلنا البروتوكول بتاع السيسكو ديسكفري بروتوكول ده اللي كان بيجيب لي ليست من النيبرز اللي حواليا. تمام، وكنا شفنا اصلا ان الباكت بتاعت السي دي بي بتتحمل بكميه معلومات مهوله، منها على سبيل المثال مثلا اسم الانترفيس اللي عندي، اسم الانترفيس اللي عند جاري، الفيرجن بتاع الاي او اس، معلومات كتير. تمام، فاي من ان ذا ميدل ممكن مثلا يروح عامل كابتشر للترافيك عن طريق واير شارك يشوف كميه المعلومات دي. تمام، عشان كده البيست براكتس اوف سكيورتي اني اعمل ديسيبل لبروتوكول السي دي بي، بس احنا قلنا ان هو في بعض الحالات بيبقى مهم. عشان كده قلت لكم ساعتها لما اخذنا المحاضره دي بالتفصيل، انا عن نفسي كعبير افضل ان اعمله ديسيبل على مستوى الانترفيس اللي رابطني بالوان، او الانترفيس اللي رابطني باكست الموظفين. تمام، هنتايا بس بعض انواع الوان تكنولوجي بمجرد ما بفعلها هي لوحدها كنوع من السكيورتي بتعمل ديسيبل لوحدها لبروتوكول السي دي بي. تمام، وقلنا تاني اعمله ديسيبل على مستوى الانترفيسز اللي ربطاني بالبي سيز. تمام، لكن بورت مثلا واصلني باي بي فون، لا ده الاي بي فون محتاج سي دي بي، يبقى سيبه انيبل. تمام، سواء هو مثلا او ال ال دي بي، طبعا ال ال دي بي ده بروتوكول اصلا اوبن ستاندرد، وقلنا لا مش تبص هنا لسه بروتوكول ال ال دي بي اصلا قلنا اوبن ستاندرد، بس الديفولت بتاعه هو بيبقى ديسيبل، على عكس السي دي بي بيبقى انيبلد باي ديفولت. تمام، النوع اللي بعديه من الاتاك اللي هو التلنت، والافضل ليه؟ طبعا لان التلنت الترافيك بيمشي في شبكه كلير تكست. تمام، فالافضل بدل ما استخدم التلنت نستخدم الاس اس اتش. برضه مش هشرح كلمه بده لان احنا اخذنا محاضره طويله عريضه اصلا عن التلنت والاس اس اتش، وعملنا كونفيجريشن وعملنا اتاك ويعني ظبطنا الليله كلها. تمام، ندخل بقى في اخر حاجه عندي اللي هو البورت سكيورتي. قلنا في البورت سكيورتي ايه الفكره بتاعته لما اتكلمنا اصلا عن نوع الاتاك الاولاني اللي هو الماك ادرس تيبل اوفر فلو. تمام، قلنا هحمي نفسي عن طريق فيتشر اسمه بورت سكيورتي، شبهناه ان انا دلوقتي مثلا جهاز الكمبيوتر بتاع الموظف، تمام، هتعامل مع البورت بتاعه كانه باسورد، كانه ايه؟ باسورد. تمام، والله لو جات لي داتا من الماك ده خلاص اوكي هدخله الشبكه. تمام، هدخله عندي في الشبكه. لو جات لي داتا من ماك مختلف لا السويتش هياخد ساعتها رد فعل معين. تمام، تعالوا نشوف بقى ايه رد فعل اصلا والكلام ده بيتم ازاي. فندخل دلوقتي في البورت سكيورتي، هفترض ان ده سويتش هوصله دلوقتي بجهازين، جهاز بي سي واحد والبورت ده اسر 0 على 0 وده اسر 0 اوفر 1، والبورت الناحيه الثانيه هوصله بالمكنه بتاعه الكالي عشان نعمل من عليها يعني نوع من الاتاك اللي قلنا عليها اللي اسمه المكوف. تمام، طيب المفترض تاني تعالوا الاول نتعامل مع ده مع مكنه الكالي كانه في البدايه خالص جهاز كمبيوتر عادي، فطول ما هو بيبعت الداتا اكيد مكنه الجهاز الكمبيوتر بتاع الموظف ليه ماك، فانا هفترض ان الماك بتاعه ايه، طول ما الداتا جايه لي من الماك بتاع الايه خلاص تمام الدنيا شغاله وتمام وزي الفل. لو الداتا جات لي من ماك مختلف بقى ساعتها رد فعل سويتش بنسميه فايوليشن، بنسميه ايه؟ فايوليشن. عندي ثلاث انواع من انواع الفايوليشن، بروتكت، ريستريكت، شوت داون، وده ديفولت. نمسك واحده واحده. بروتكت معناه ان لو جت لي داتا من ماك مختلف السويتش اصلا مش هيقبل الداتا دي، يعني معنى كده ان جهاز المكنه التالي عايز تبرمج مثلا على بي سي 1 لا مش هيدخله جوه الشبكه، ده كبيري، ده ايه؟ كبيري. طب بالنسبه للريستريكت، قال لك ريستريكت همنع الماك الغلط انه يدخل عندي في الشبكه، هيطلع سيس لوج على شاشه الكونسول بتاع السويتش يقول ان الماك الفلاني بيعمل عليكي اتاك، هيزود قيمه الكاونتر بواحد. الكاونتر ده امر كده بيوريني اصلا نظام عدالي على السويتش، كل ما بيحصل اتاك على السويتش قيمه الكاونتر بتزيد بواحد. تمام، طيب بالنسبه للبروتكت والريستريكت، لو شلت الكابل دلوقتي من الماك الغلط ووصلته على الماك الصح الجهاز هيرجع يشتغل تاني عادي. اشبهها لكم بايه؟ اديت لكم اكزامبل مثلا ساعتها ان انا لو شغاله مثلا في شركه او حد من الطلبه بتاعي شغال في فودافون، تمام؟ السرعات هناك عاليه قوي. ممكن ان انا اصلا اظبط اللابتوب بتاعي اجهز عليه كل الحاجات اللي انا عايز اعمل لها داونلود واروح هناك اعمل نفسي كاني رايحه مثلا ازور حد منهم.
تمام، واروح واخده الكابل، هات ياد الكابل من الجهاز بتاعك يلا، اروح واخده، هيقول لي لا يعني، اروح واخده الكابل اصلا من الجهاز بتاعه وحطه في اللابتوب بتاعي. تمام، الحاجه اللي هقعد اعمل لها داونلود مثلا في شركتي انا في شهر، هعمل لها داونلود هناك في 5 دقائق، واخد اللاب بتاعي وامشي. صح، هم هناك فعلا مطبقين بورت سكيورتي، هناك مطبقين ايه بورت سكيورتي. يبقى تاني دلوقتي مثلا الجهاز بتاع خالد، تمام، لو انا دلوقتي شلت الكابل من الجهاز بتاع خالد وصلته في اللابتوب بتاعي، السويتش هناك مش هيقبل ده. طب رجع اخد الكابل مني وحطه في الجهاز بتاعه، هيشتغل تمام وزي الفل. ده فين؟ في البروتكت. تمام، طب في الريستريكت برضه نفس الكلام، لو شلت الكابل من الجهاز بتاعه وحطيته في اللاب بتاعي مش هيشتغل، رجعه تاني في الجهاز بتاعه هيشتغل، بس ساعتها هيصير عندهم تسلوج على السويتش ان الماك الفلاني بيعمل عليكم اتاك على بورد كذا، وقلنا هيزود قيمه الكاونتر بواحد. شوت داون بقى وده ديفولت، لو انا شلت الكابل من جهازه وحطيته في اللابتوب بتاعي، على طول البورد بيقع في حاله الايرور ديسيبل، على طول البورد بيقع في حاله الايه؟ الايرور ديسيبل. وبالتالي لو شلت الكابل من اللابتوب بتاعي رجعته تاني في الجهاز بتاع خالد مش هيشتغل، لان البورد وقع عندي، البورد ايه؟ وقع عندي. طيب الادمن يعمل ايه؟ قلنا تاني في حلين، الحل الاولاني ان هو اصلا يعمل شوت داون للبورد وبعد كده نو شوت داون، او ان هو يعمل له ريكفري بعد انترفال معين. وضحت الفكره؟ تعالوا نعمل بقى الانواع دي كلها. تمام، هنوصل دلوقتي هنا ادي سويتش، وهوصل هنا فيرتشوال بيسين تست عليه، وهجيب هنا مكنه الكالي كلاود، شاور على مكنه الكالي كونفيجر مكنه الكالي بتاعتي في نتورك. اوبس سوري، انت لسه ماشي يا عم، خلاص طب هو لسه محتفظ بالاي بي، هو كان واخد الاي بي من الدي اتش اس بي سيرفر. تمام، بس اقول لكم على حاجه، منع من المشاكل عشان مش يفقد دلوقتي الاي بي والاقي نفسي لبست في الحيطه، تعالوا بس احنا نحط له هنا ايه اي بي ستاتيك كده بسرعه، وايرد كونكشن. تمام، واجي هنا اقول له البروفايل اي بي فيرجن 4، اقول له مانيوال ياخد اي بي 192.168.1، سوري اه ده هو بيكتب بس ده ايه الخط ده؟ تمام، الماسك تمام، مش محتاجه جيت واي ولا حاجه، تعالوا نخلي دي 100 مثلا. تمام، واقول له هنا ايه كونكتنج، محتفظ بيه دلوقتي اي بي فعلا دوت 100. تمام، طيب نظبط ده بقى كده، قلنا مكنة الكالي احنا ربطينها على في نت اعتقد 3 يبقى خلي مكنه او خلي الكلاود بتاعتي شاور على مين؟ في نت 3. اسر 0 على 0، اسر 0 اوفر 1، ونقوم كده سويتش، وهاجي بس دلوقتي على البي سي. تمام، اديله اي بي في نفس النتورك بتاع مكنه الكالي، واشوف فعلا في البدايه خالص الاثنين هيقدروا ان هم يوصلوا لبعض ولا لا. وجينا دلوقتي من مكنه الكالي بينج على 101، بدا يدير بلاي اهو. تمام، بالمناسبه صحيح في اللينكس بصفه عامه هيفضل يبانج فور ايفر. تمام، لو انت عايز ان هو يبانج عدد معين اديله ماينس كاونت في مثلا 3، ده مش زي الدوس ده بيفضل يبانج على طول. تمام، المهم كده في كونكتيفيتي ما بينهم وتمام وزي الفل. ماشي، نطبق بقى دلوقتي مين؟ البورد سكيورتي. عشان اطبق البورد سكيورتي هاجي على السويتش كده، واجي على الانترفيس
المقابل لليوزر اللي انا مقلقه منه. قبل ما نعمل الكلام ده تعالوا نجرب كده التول بتاعه اللي هي الاتاك بتاعه المكوف اللي هي مين المكوف. فانا هقول له دلوقتي مكوف بس كده. لو انا قلت له دلوقتي مكوف وانتر هيبعت المكوف من خلال كل كروت الشبكه بتاعه الجهاز ده او المكنه دي تمام. لو قلت له اي دي ادر شوف المكنه بتاعتي في حالتي عليها كارت شبكه واحد بس اسمه ايثرنت زيرو وعليها طبعا الكارت الوهمي اللي هو اللوبات تمام. فتاني لو انا قلت له دلوقتي مكوف بس كده هيطلع اصلا اللي هو البنج فلاج. احنا قلنا المكوف فاكرينه لسه المكوف ده عباره عن ايه طول كده بتبدا ان هي تبعت مكات مزيفه كتير جدا اللي هو تقريبا قلنا ممكن تكون بتتكلم 3 مكات 3000 مك مثلا في خلال ثانيه ولا ثانيتين تمام. فلو قلت له مكوف وانتر هيطلع لي المكات المزيفه دي من خلال كل الانترفيسز. لو انا عايزه اركز على انترفيس معين يبقى اقول له من خلال الانترفيس اللي هو اسر زيرو. مستعدين؟ ادي 1 2 ستوب. لو جيت دلوقتي على السويتش وقلت له هنا شو ميك ادرس تيبل شايفين كميه المكات الوهميه اللي السويتش اتعلمها. لو قلت له كاونت اتعلم في خلال الثانيتين دول قد ايه؟ 5000 ميك 5000 وشويه ميك تمام؟ طيب قلنا قبل كده ان اي سويتش في الدنيا دي طاقه استعبيه معينه الاي او يو بيستحمل الرقم ده مثلا انما على حسب طبعا امكانيات الميموري بتاعه السويتش. واضحه؟ تمام. يبقى دلوقتي عايزه محتاجه ان انا اطبق البورت سكيورتي ليه؟ عشان لو حد عمل عليا اصلا مكوك من خلال البورت ده نشوف بقى هيتصرف ازاي. تمام؟ في حاله البروتكت وريستريكت احنا اتفقنا ان الجهاز هيكملها انه يدخل على الشبكه لو الماك بتاعه اتغير، لكن للاسف الماكات مش بيحميني منها ان هي تعمل لها انستليشن جوه الماك ادرس دي. لكن طبعا شوت داون هيحميني منها، ليه؟ لان اتفقنا ان على طول بيوقع الانترفيس في حاله الايرور ديسيف. تمام؟ عشان اطبق البورت سكيورتي دلوقتي في حالتي هنزل تحت الانترفيس اسر 0 على 0 تمام؟ وهسيميوليت كان المفترض ان الماك الصح اللي يجي لي من البورت ده هو الماك ده. طبعا مكنه الكالي ليها ماك مختلف وبالتالي بعد كده لو حاولت ان اصلا مكنه الكالي تبنك على اي جهاز عندي مش هتعرف. ليه؟ الماك اللي انا طبقته على البورت سكيورتي ماك مختلف عن مكنه الكالي. تمام؟ نعمل بقى الكلام ده كده. هنزل تحت الانترفيس اسر 0 على 0 تمام؟ انا عن نفسي بفضل يعني ان انا اعمل شوت داون للبورت الاول قبل ما ابدا الكونفيجريشن. ليه؟ مجرد ما بعمل شوت داون للبورت كل الماكات اللي السويتش كان اتعلمها من خلال البورت ده بتتمسح على طول. احنا عارفين ان اي ماك بيفضل جوه الماك ادرس تيبل لفتره بنسميها ايجين تايم اللي هي 300 ثانيه 5 دقايق صح؟ انما مجرد ما بعمل شوت داون للبورت ده على طول السويتش اصلا بيمسح كل الماكات اللي كان اتعلمها بالبورت ده. تمام؟ فقلنا تاني افضل اقول له ايه الاول؟ شوت داون. بعد كده هقول له هنا سويتش بورت مسافه بورت سكيورتي. تعالوا بقى نقلب شويه في الاوبشنز. اول حاجه انا ممكن اضغط انتر دلوقتي. انتر ده معناه ان انا بفعل الفيتشر بتاع البورت سكيورتي. بفعل مين؟ الفيتشر بتاع البورت سكيورتي. بمعنى كمان شويه هنغير او هنحدد الماك اللي هنطبق عليه البورت سكيورتي وهنقلب في بقيه الاوبشنز. لو ظبطت كل الاوبشنز ونسيت ان انا افعل الفيتشر ولا كاني عملت حاجه. كانه بالظبط كده زرار اون واوف. اكونفيجر بس بعد كده لازم افعل الفيتشر، لازم افعل مين؟ الفيتشر، تمام؟ فانت في البرودكشن بقى حاجه من اتنين، يا اما ان انت تقول له سويتش بورت بورت سكيورتي وبعد كده تعمل كونفيجريشن بس الاول ساعتها تكون عملت شوت داون للبورت. تكون عملت ايه؟ شوت داون للبورت، وبعد ما تكمل كل الكونفيجريشن بتاعتك تقول له نو شوت داون في الاخر. او ان انت لو مش عايز تعمل شوت داون للبورت تعمل كل الكونفيجريشن كلها وفي اخر خطوه خالص تطبق الفيتشر بتاع او تفعل الفيتشر بتاع البورت سكيورتي. ليه؟ لو انا دلوقتي نزلت تحت البورت ومش عملت شوت داون وفعلت الفيتشر الاول تمام؟ انا لسه ما كملتش الكونفيجريشن، لسه ما حددتش الماك ادرس اللي مسموح لي ان يدخل عندي في اللين تمام؟ يا دوبك لسه هبدا الخطوه اللي بعديها ام جاي ايه؟ بسي ام باعت داتا. طبعا باعتها بماب تاني فالسويتش هيتعلم الماك ده بطريقه دايناميك صح؟ على طول في الباك جراوند هيروح مطبق عليه البورت سكيورتي اللي هو انا ما لحقتش. وضحت الفكره؟ يبقى تاني يا اما اعمل شوت داون للبورت واخلص الكونفيجريشن كلها وبعد كده اعمل نو شوت داون او اعمل الكونفيجريشن كلها لو انا مش عايز اعمل شوت داون للبورت واخر خطوه خالص افعل الفيتشر. انا في حالتي طبعا هفعله دلوقتي لان انا كده كده اصلا ايه؟ عامله شوت داون للبورت.
اول لما ضغطت انتر قال لي كومن ريجكتد. الاثرنت زيرو از ا دايناميك بورت، معلش انا اسف جدا، لازم البورت ده يا اما يكون ستاتيكالي اكسس او ستاتيكالي ترانك، لازم يكون يا اما اكسس يا اما ترانك، لكن دايناميك نيجوشيشن لا. طب ستاتيك اكسس منطقي لان المفترض ان الكونفيجريشن دي تتعامل على بورت كونكتد بي بي سي، صح؟ الكونفيجريشن دي لازم تتعامل على مين؟ بورت كونكتد بي بي سي. امال ممكن اعمله على بورت ترانك؟ اه اتقالوا عليها شويه وهناخدها النهارده ليها اكزامبل باذن الله. فانا في حالتي الامر اترفض، يبقى كان لازم الاول اقول له سويتش بورت مود اكسس عشان اكد له ان ده كونكتد بي بي سي، ان ده كونكتد بمين؟ بي بي سي. تمام كده، لو جينا نكتب الامر، الامر ايه بالعادي. طيب نقلب في بقيه الاوبشن. الاوبشن اللي بعديه الماك ادرس، مين هو الماك اللي انا عايزه اطبق عليه؟ البور سكيورتي. يا اما ان انا احدد الماك بايدي، تمام، زي مثلا صح كده، تمام، او ان انا اقول له اوبشن اسمه ستيكي. بدل ما كنت احدد الماك بايدي كده كنت اقول له اوبشن ايه؟ ستيكي. تمام، ايه ستيكي ده بقى؟ دلوقتي انت شغال في برودكشن كبيره فيها 3-4000 جهاز، منطقي ان انت تلف عن 3-4000 جهاز وتبدا تجمع المكان مثلا على ورقه وتبدا ان انت تحطها هنا بايدك؟ لا مش منطقي نهائي. تمام، فساعتها الاوبشن بتاع ستيكي افضل بالنسبه لك. ستيكي كترجمه معناها لازقه، بمعنى ان انت مجرد ما طبقت البورت سكيورتي وقلت له ستيكي، اول ما السويتش اتعلمه بطريقه دايناميك هو اللي هيطبق عليه البورت سكيورتي. بس طبعا بي فيري كيرفول عشان مش تلبس في الحيطه، عشان مش بالصدفه مثلا الاقي ان ماك غلط هو اللي جالي من البورت ده. تمام، يكون ريكومندد مثلا في الستيكي ده يكون مثلا في فتره الموظفين لسه ما جوش مثلا، او انت واثق ان فعلا الاجهزه الصح هي اللي كونكتد على البورتس. تمام، على حسب طبعا البلاتفورم او الموديل او البوكس اللي انت شغال عليه. هنا مثلا ده بيسبورت اوبشن كمان اسمه فوربيدن. فوربيدن ده معناه ايه؟ يعني معناه ان دايما باستمرار البورت ده مش هقبل منه داتا. فوربيدن يعني ايه؟ كانه ديسيبل، دايما البورت ده ايه؟ مش هقبل منه داتا. اشبهها لكم بايه؟ فاكرين اصلا الستاتيك راوت؟ اي بي راوت، اني لو عايز اوصل وات ايفر ان السبنت ماسك بتاعه يجي كانت كونفيجريشن بتاعت الستاتيك راوت، ممكن ان انا ارمي على نون زيرو على سبيل المثال. نون زيرو ده عباره عن انترفيس وهمي على فكره، تمام، اقدر اشبهه مثلا كتشبيه بالريسايكل بين. يبقى انا كده بقول للراوتر اي حد عايز يوصل للشبكه دي ارمي الكلام ده في الريسايكل بين ولا تعبره. يبقى انا بمنع اليوزرز اللي عندي ان هم دايما يوصلوا للشبكه دي. اقدر اشبه لكم حته ايه؟ النل بالمنظر او الفوربيدن اصلا بالمنظر. وضحت كده؟ تمام، ده كده الاوبشن اللي بعديه الماك ادرس اللي بعديه الماكسيمم. ايه الماكسيمم ده بقى؟ الماكسيمم اساسا باي ديفولت واحد. الماكسيمم باي ديفولت كام؟ واحد. فلو انا بالتالي جيت احدد ماك تاني دلوقتي، تعالى نحط ماك تاني كده كمان، هيقول لي انا اسف جدا انت وصلتي للماكسيمم ثريشولد بتاعي. افرض دلوقتي ان السويتش ده مثلا عندي سويتش هنا عن طريق البورت ده كونكتد الاول باي بي فون وبعد كده كونكتد هنا بي بي سي، تمام. طب ما هو السويتش ليه او الاي بي فون اصلا ليه ماك والبي سي هو كمان ليه ماك. لو انت عايز تطبق بورت سكيورتي هنا فانت عايز تحط الاثنين ماك، عايز تحط ايه؟ الاثنين ماك. طب ما هو الديفولت واحد، لما جيت احط واحد تاني ادى ايرور. يبقى ساعتها هتحل المشكله دي ازاي؟ هتقول له ان الماكسيمم ماكسيمم، تمام، وحدد عدد الماكسيمم دي. طبعا عدد الماكسيمم بيفرق على حسب البلاتفورم، في اللي يسبورت اقصى حاجه 64 ميج، في اللي يسبورت اقصى حاجه 128 ميج، على حسب البلاتفورم اللي انت شغال عليه. تمام، سؤال بقى هنا كده، بفرض دلوقتي ان انا حددت الماكسيمم 2، قلت ان الماكسيمم 2 وجيت بايدي عملت هارد كود لماك واحد بس، جه بعد كده كاس كمبيوتر بماك مختلف بعد داتا، السويتش هيبقى للداتا ولا لا؟ ليه؟ عشان انا فتحت مين اصلا؟ بالظبط، اول ماك انا عملت له هارد كود بايدي، الثاني هيعتبره ستيكي، الثالث هو اللي مش هيقبله. يبقى اول ماك ايه؟ انا حددته، الثاني هيعتبره ستيكي، تمام؟ والثالث مش هيقبله. وضحت كده؟ تمام، ده بالنسبه للماكس. بعد كده الاوبشن بتاع الفايوليشن، قلنا ان انا عندي ثلاث انواع، بروتكت ريستريكت وشت داون ده ديفولت. طب تعالوا نجرب واحد واحد بقى. اول واحد اللي هو ايه؟ بروتكت، تمام.
فهقول له نوشن داون دلوقتي ونبدا ان احنا نتست فعلا بالمكوف هيعمل عليه اتاك ولا لا، والبي سي اصلا او الكالي هيقدر يبنج على البي سي ولا لا. بس طبعا احنا عارفين ان الديفولت بيهافير بتاع البرج على اي سويتش اقصد بيقعد قد ايه 30 ثانيه لغايه ما يقوم. فعشان كده بس عشان نسرع واحنا شغالين يعني هقول له دلوقتي سويتش بورد مسافه بورد سويتش بورد اسفه بورد فاست سبانينج تري بورد فاست سبانينج تري بورد الحمد لله كله كده دخل في بعض سبانينج تري ايه بورد فاست. وطبعا هو كده كده ايه اكسس تمام عشان بس البورد لما اول ما اقول له نو شت داون يقوم من حاله البلوكينج للفورواردنج في النقطه تمام. اول حاجه بقى لو انا جيت دلوقتي هنا كده على المكنه كده بتاعه الكيلي لو جيت اول حاجه ان انا بنج مش هيقدر يوصل صح هيفضل معلق كده وفي الاخر مش هيوصل على فكره مش هيديك ايرور لا انت اللي لازم توقف هوقف بايه كنترول سي تمام. لكن مشكلتي ان لو قلت له مكوف كنترول سي كده كفايه تمام. لو قلت له هنا شو ميك ادرس كيبل للاسف على فكره انا نسيت بس اوريها لكم بمجرد ما بعمل شوت داون لو كنت قلت له شو ماك ادرس كيبل كان هيديني فوش ايوه انا عملت شوت داون وجيت شغلت المكوف هي مش اتملى تاني فالمكات اللي قدامكم مش من مش لسه ظاهره من اللي انا كنت عاملاه الاولاني لا من دلوقتي تمام. فالمشكله تاني ان هو كده مش حاميني من المكوف تمام. صحيح منع اليوزر ان هو يكونكت على الشبكه بتاعتي لكن مش حاماني من المكوف تمام. عشان افريفاي بقى عندي امر اسمه شو سويتش بورد شو بورد سكيورتي شو ايه بورد سكيورتي. قال لي انت مطبقه دلوقتي بورد سكيورتي على مين اسر 0 على 0 تمام. نو الفيليشن بروتكت نو الفيليشن ايه بروتكت. لو عايز اعرف معلومات اكتر هقول له هركز على اسر 0 على 0 تمام. قال لي ان البورت سكيورتي دلوقتي انيبلد. انيبلد ده معناه الامر اللي انا كنت كتبته في الاول اللي قلت لكم زي نظام سويتش اون واوف كانه زرار كده اون واوف. يعني انا عملت الكونفيجريشن كلها بس نسيت افعل الامر يبقى دي ديسيبل يبقى انا مش مطبقه بورت سكيورتي تمام. سكيور البورت دلوقتي انا مطبقه عليه فعلا بورت سكيورتي. اب اب يعني ايه؟ يعني قلنا تاني لو شلت دلوقتي الماك الغلط ووصلته بالماك الصح هيرجع يشتغل تاني. ده معنى كلمه اب. نو الفيليشن بروتكت سيبكم من الايدجنج دلوقتي والابسوليوت ده دلوقتي تمام. ايه تاني هنا؟ التوتال ماك ادرس اللي سويتش اتعلمها والكونفيجرد والستيكي تمام. اخر ماك عمل عليه اتاك تبع فيلين واحد الكاونتر ده الكاونتر اللي بقول لكم عليه مش بيزوده. هنتايه بس بسيطه كده في الحته بتاعت الستيكي. لو انا كنت استخدمت الاوبشن بتاع الستيكي قلت لكم تاني اول ماك السويتش اتعلمه بطريقه دايناميك في الباك جراوند بيطبق عليه البورت سكيورتي. وساعتها لو جيت في الشو راننج قلت له شو راننج هيجيب لك اصلا ان انت مطبق الامر اللي انا كاتبه ستيكي والسطر اللي تحتيه على طول هيروح كاتب فيه قيمه الماك اللي طبق عليه البورت سكيورتي. يعني هيظهر في الشو راننج امرين الامر اللي انا كتبته بايدي اللي فيه ستيكي والامر اللي وراه على طول هيحط بايده قيمه الماك اللي السويتش اتعلمه بطريقه دايناميك وفي الباك جراوند طبق عليه البورت سكيورتي. وضحت الفكره؟ تمام. انا مش عاجبني النظام بتاع بروتكت فهنزل تحت الانترفيس اسر 0 على 0 تمام. طبعا زي ما قلت لكم افضل الاول ان انا اقول له شوت داون وبعد كده اغير الفيليشن بتاعي بدل بروتكت اخليه ريستريكت قبل ما اعمل نو شوت داون. بص كتاكيد لو هو لو قلت له شو ماك ادرس تيبل طالما عملت شوت داون للبورت بيفقد كل المكان. نيجي نقول له بقى نو شوت داون ولو جيت دلوقتي على المكنه بتاعت الكيلي اول حاجه بس كده نبنج هلاقي مفيش اي كونكتيفيتي نهائي كنترول سي كفايه. لو شغلت المكوف كفايه وجيت هنا على السويتش ده اللي بقول لكم عليه هيصدر لي سيس لوجز بيقول لي هنا مثلا نتيجه البورت سكيورتي فايليشن سكيورتي فايليشن اوكيرد كوزد باي ماك ادرس وبيجيب لي اخر ماك عمل عليا التاني تمام. طبعا لو جيت هنا قلت له شوف بورت سكيورتي على مستوى الانترفيس ده في خلال انا ما اعتقدش حتى ان انا كملت ثانيه انا وقفته اسرع حصل عليا كام اتاك العدد ده تمام. البورت سكيورتي انيبلد سكيورد
اب قلنا معناه ان لو شلت الكاب من الماك الغلط حركته تاني بالماك الصح هيشتغل تمام. السكيورتي فايليشن ريستريكت اخر ماك عمل عليه اتاك اللي هو ده تمام تبع فيلان واحد حصل عليه كام اتاك، يبقى طلع لي زياده عن البروتكت ان هو طلع لي سيسلوج وزود كونت الكاونتر بواحد، كل اتاك بيزود كونت الكاونتر بواحد تمام. الديفولت قلنا بس في حاجه لو قلت له شو ماك ادرس تيبل قلنا تاني برضو ان هو ايه مش حمالي من المكوف تمام، يبقى الافضل اصفر 0 على 0. قلنا تاني ما اقوله شت داون عشان افقد المكان جوه الماك ادرس تيبل ونشغل الفايليشن اللي بعديه اللي هو شت داون ونو شت داون كده للبورد. بصوا حتى من غير اي حاجه خالص ام ممكن اشغل مكوف قبل ما اعمل اي حاجه، مجرد حتى بنجايه تمام على طول قال لي ايرور ديسيبل. طبعا لو جيت اشغل دلوقتي المكوف ولا ليه لازمه تمام، لانه حاطط لي الانترفيس في حاله ايه الايرور ديسيبل بورد سكيورتي فايليشن اوكرد على الانترفيس اسر 0 على 0 بوتنج الانترفيس في حاله الايرور ديسيبل. طب بسبب ايه عم لو قلت له شو انترفيس نركز على اسر 0 على 0 مثلا ستيتس قال لي ان الانترفيس ده وقع في حاله الايرور ديسيبل بسبب ايه بسبب ايه بسبب البورد سكيورتي فايليشن تمام. نقوم البورت بقى ازاي قلنا تاني هاجي بس كده دلوقتي على عشان البورت بتاعي يرضى ان هو يشتغل مش هتلته ولا حاجه بس يعني ايه ماشي يلا انا كده كده مش محتاجه مكان تبتدي تاني تمام. نزلت البورت ده خالص تمام علشان بس مجرد ما اقوم الانترفيس هيقع تاني لان لازال مكنه التالي في الباك جراوند ممكن تكون بتبعت لي ترافيك من ماك مختلف فمجرد ما اقومه هيقع تاني. نقومه ازاي؟ بثلاث حلول. الحل الاولاني قلنا ان انا بايدي هنزل تحت الانترفيس اقول له شت داون وبعد كده نو شت داون، ده الحل الاولاني اعتقد مش محتاج اعمله تمام. الحل الثاني ان احنا نعمل له ريكفري بعد فتره معينه، فلو قلت له شو ايرور ديسيبل ريكفري الفيتشر بتاع البورت سكيورتي فايوليشن ديسيبل هعمله انيبل. وركزوا في بورت سكيورتي فايوليشن وفي حاجه اسمها سكيورتي فايوليشن ده حاجه ثانيه خالص، بروتوكول كده اسمه دوت 1 اكس لسه هناخده ان شاء الله تمام. طيب لو جيت هنا بقى دلوقتي لو انا عملت له انيبل الديفولت ان هو هيقوم بعد 300 ثانيه 300 ايه ثانيه، يبقى هاجي هنا اقول له ايرور ديسيبل ريكفري. اول حاجه في حالتي قلنا هحدد الانترفول قبل ما احدد الكوز، لان لو حددت الكوز الاول وبعد كده غيرت الانترفول اول مره بيبص على الانترفول القديمه اللي هي 300 ثانيه، اكيد انا مش عايزه 5 دقايق واحنا قاعدين دلوقتي مع بعض عشان البورت يرجع يشتغل، فهحدد الاول الانترفول 30 ثانيه وبعد كده اقول له السبب اللي هو بورت سكيورتي فايليشن. لو قلت له بقى كده بسرعه شو ايرور ديسيبل ريكفري عملت له انيبل اهو تمام الانترفول غيرتها ل 30 فضل قد ايه 26 ثانيه وبعد كده هيطلع لي سيسلوج دلوقتي قدامي يقول لي attempting to recover from port security violation. attempting to recover from port security violation. ولو قلت له دلوقتي وريني كده معلومات عن الانترفيس ده هيرجع تاني كونكتد وتمام وزي الفل. حد وقع مني كده في حاجه؟ تمام. شويه هنتات بقى كده. دلوقتي المفترض هنا لو انا عندي تو سويتشز كونكتد مع بعض. سويتش 1 سويتش 2 تمام؟ سويتش 2 المفترض هفترض دلوقتي ان اصلا سويتش 1 عمال يبعت لك ماكات كتير جدا، ما هو طبعا كونكتد عليه اجهزه كتير. فانت عايز تليمت الموضوع شويه، عايز ايه؟ تليمت الموضوع شويه، يعني عايز ان انت اصلا تسمح لماكات معينه او عدد ماكات معينه ان هي توصل على البورت ده. وفي نفس الوقت انت مش عايز تحدد بايدك الماكات دي. صح؟ فتعمل ايه؟ جاست ان انت هتيجي على سويتش 2 تحت البورت ده وتفعل الفيتشر بس، وتفعل ايه؟ الفيتشر بس. وبعد كده بعد ما تفعل الفيتشر هفترض ان هو البورت ده تمام، قلنا الامر بتاعي سويتش بورت بورت سكيورتي. بعد ما تفعل الفيتشر تمام ممكن كمان اوبشنال اقول له ايجنج. ايه الايجنج ده بقى؟ لو انا قلت له مثلا دلوقتي تايم وتايب ايه الفرق؟
المفترض ان اي ماك جوه الماك ادريس تيبل بيفضل فتره قد ايه؟ 300 ثانيه في الايجنج تايم. تمام؟ لا انت ممكن تديله هنا تايم مختلف، ان كده انت بتقول على مستوى السويتش ده. تمام؟ اي ماكات انت مطبق عليها بورت سكيورتي، مش الماكات بصفه عامه، اي ماكات انت مطبق عليها بورت سكيورتي هتفضل عندك جوه الماك ادريس تيبل لفتره التايم ده اللي هو ظبطها زي ما انت عايز. وبيفري كارفل لانه بيقبلها هنا بالمينت، بس مثلا لو كتبت له واحد يبقى ده واحد ايه مينت. واضحه؟ تمام. احنا عارفين طبعا ان الايجنج تايم بيبدا ان هو نظام عداد، يعد افترض ان انا كنت خليته دقيقه هيبدا 60 59 انس اون لغايه ما يوصل للزيرو. تمام؟ اول ما يوصل للزيرو الماكات دي هتختفي من الماك ادريس تيبل، الماكات دي هتختفي ايه من الماك ادريس تيبل. الاوبشن اللي بعديه اللي هو تايب. ايه تايب ده بقى؟ انت عايز يبدا يعد، انا لسه قايل هيعد ابتداء من 60 59 58 انس اون. يعد ابتداء من ايه؟ ابسولوت ولا ان اكتيفيتي؟ ابسولوت مجرد ما الماك ظهر عندي جوه الماك ادريس تيبل السويتش هيبدا يعد، السويتش هيبدا يعد بمجرد ما الماك ظهر عندي في الماك ادريس تيبل. لكن ان اكتيفيتي اول ما يبقى الماك ده مش اكتف، اذا الماك ده بقى له فتره ما بيجيليش. تمام؟ اول ما اكتشف ان هو خلاص بقى ان اكتف ابدا اعد. واضحه؟ تمام. التايمرز دي بتظهر عندي برضو جوه الامر بتاع شو سويتش بور او شو بورت سكيورتي على مستوى البورت ده. تمام؟ انا ما عدلتش الكام عشان اوريكم بس الديفولت. الديفولت ان الايدجنج تايم 0 مينت، الايدجنج ايه تايب ابسولوت. وضحت الفرق؟ تمام. يبقى تاني التايمرز دي بتنطبق على مين؟ مش على كل الماكات اللي سويتش اتعلمها، سواء انت حاطط الماك بايدك او اللي ستاكي، لا ده في السيناريو ده. قلنا تاني لو انت فعلت لي هنا البورت سكيورتي. تمام؟ وممكن كمان تحدد ماكسيمم معين، يعني انت فعلت البورت سكيورتي، انا لسه قايله برضو الصح ان انت تحدد ماكات معينه او مش حاجات معينه اسفه، يعني عدد معين، فهتقول له مثلا الماكسيمم ثري شولد بتاعك سي مثلا 1000. بالظبط. والمكات دي تبدا تعد عليها بقى لو انت ظبطت الاوبشن بتاع الايجي. حد هو عامل ايه كده في حاجه؟ تمام.